نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري. مرحبا بحضراتكم ومرحبا بك فاطمة. مرحبا بك جوهر. السادات والسادة أهلا بحضراتكم وإلى تفاصيل النشرة. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها مع موريتانيا وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الأشقاء في موريتانيا، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، وذلك في ضوء دور مصر الرائد في هذا الإطار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الفريق حنين ولد سيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والذي يقوم بزيارات رسمية لمصر، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كذلك سفير موريتانيا بالقاهرة. خلال الاجتماع سلم وزير الدفاع الموريتاني رسالة خطية للرئيس السيسي من الرئيس الموريتاني محمد ولد غزواني، تضمنت حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، في ضوء التقدير الذي توليه بلاده لدور مصر كانت الرئيس السيسي السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية. هذا وقد طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس الموريتاني، كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات العسكرية والأمنية، لا سيما في ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل. خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الإجراءات التي قامت بها الدولة مؤخرا أدت إلى النجاح في الإفراج عن كافة البضائع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ، وبالتالي العودة إلى المعدلات المستقرة قبل الأزمة الأخيرة، لافتا إلى أن هذه الخطوة سوف تساهم بأثر إيجابي في تحقيق توازن الأسعار في الأسواق، موجها الوزراء المعنيين بمتابعة إجراءات ضبط الأسواق والتنسيق المستمر مع الغرف التجارية والأجهزة الرقابية في هذا الإطار، بما يسهم في توفير السلع بالأسواق بأسعار مناسبة. نفى المركز الإعلامي ومجلس الوزراء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من المناهج للصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي. هذا وقد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلك الشائعات، وأكدت أن تلك المنشورات لا تمت للواقع بأي صلة، وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي دون الإخلال بنواتج التعليم والتركيز على المفاهيم الكبرى وإفساح المجال لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب. خلال زيارته العاصمة الروسية موسكو، التقى وزير الخارجية سامح شكري مع سكرتير مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف، حيث تطرق اللقاء إلى أبرز ملفات العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدما بما يحقق مصالح البلدين. واستمع شكري لشرح مطول من المسؤول الروسي حول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد أهمية تغليب الحل السياسي لإنهاء تلك الأزمة. كذلك اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التشاور على عبر جميع القنوات الثنائية لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل مسؤولية تصعيد العنف بشكل حاد في الضفة الغربية، وذلك خلال مباحثته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رام الله. ودعا عباس إلى الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، كما أبدى استعداده للعمل مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لعودة الحوار السياسي من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية. من جهته أكد بلينكن معارضة بلاده أي إجراء من شأنه جعل حل الدولتين صعبا مثل توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء. توعد وزير الدفاع التركي بالرد على ما وصفها بالهجمات الإرهابية التي استهدفت قاعدة زليكان العسكرية التركية شمالي العراق. وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قد أعلن وقوع هجوم بثمانية صواريخ على القاعدة التركية، مشيرا إلى سقوط اثنين منها داخل القاعدة. وقالت مصادر أمنية عراقية إن الهجوم أسفر عن سقوط مصاب واحد فضلا عن بعض الخسائر المادية.
هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم. قالت مصادر أمريكية إن واشنطن تعد حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 2,200,000,000 دولار تشمل صواريخ طويلة المدى. في غضون ذلك قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا قال إن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة كمرحلة أولى من شحنات واردة من تحالف يضم 12 دولة. وأضاف كوليبا أن كييف تتفاوض للحصول على موافقة مزيد من الدول على تزويدها بدبابات قتالية لصد العمليات العسكرية الروسية. ومن جهته أعلن الجيش الروسي سيطرته على إحدى القرى بشمال بخموت في أوكرانيا والتي تشهد منذ فترة معارك طاحنة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها استطاعت السيطرة على القرية بتنفيذ خطة هجومية ناجحة. الجدير بالذكر أن مجموعة فاغنر الروسية أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على هذه القرية. في بريطانيا يشارك اليوم حوالي 500,000 شخص في إضراب واسع النطاق في ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم. يأتي هذا الإضراب عشية مرور 100 يوم على تشكيل حكومة ريشي سوناك المحافظة، وسط توقعات بأن يكون الإضراب الأوسع من نوعه منذ 10 سنوات. ويحتج المضربون على ظروف العمل في بريطانيا ونظام التقاعد وما وصفوه بمحاولات الحكومة للحد من الحريات. وستؤثر الإضرابات على المواصلات والمدارس حركة القطارات، وقد يتأثر المسافرون العابرون في المطارات البريطانية بسبب إضراب موظفي أقسام الهجرة. هذا فيما يستعد قطاع السكك الحديدية للمشاركة في الإضراب اعتبارا من يوم الجمعة القادم، كما صوتت عناصر الإطفاء لصالح إضراب هو الأول من نوعه خلال 20 عاما. وفي باريس قال وزير العمل الفرنسي إن قرار رفع سن التقاعد ل64 عاما هو قرار نهائي وغير قابل للتفاوض. وأشار إلى أنه سيتم تقديم مزيد من الشرح لأبعاد هذا القرار لتهدئة الرأي العام. كانت فرنسا قد شهدت أمس مظاهرات عارمة تخطت أعداد المشاركين فيها 1,200,000 شخص، وذلك احتجاجا على نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون. وقد اندلعت الشبكات بين المحتجين وقوات الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. كما توقفت المواصلات العامة والمدارس وعدد من الخدمات تضامنا مع المحتجين. وينص مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما نظرا إلى التدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد وخروج عدد كبير من الفرنسيين من الخدمة. وبعد أن رفع لأذان الظهر نعود إلى تقديم نشرة الأخبار، حيث يشهد سوق السيارات الجديدة بطريق العين السخنة إقبالا كبيرا من المواطنين بعد الافتتاح التجريبي، حيث يضم السوق العديد من السيارات العالمية لعرضها أمام الجمهور. لمزيد من المتابعة والاقتراب من المشهد أكثر ينضم إلينا موفد أخبار مصر سيد زيد. سيد مرحبا بك، لو تنقل لنا المشهد لديك في سوق السيارات الجديد. سيد تحياتي لك محمد وتحياتي لمشاهدي التلفزيون المصري الكرام. بتواصل محافظة القاهرة وضع اللمسات النهائية لسوق السيارات الجديدة بشكل متكامل، وعد السوق الجديد واجهة حضارية غير للشكل العشوائي الذي كان عليه السوق القديم بمنطقة العاصمة ويبلغ المساحة مساحة سوق السيارات الجديدة ما يقرب من 240 حوالي 57 فدان ويستوعب حوالي 4000 سيارة وبها أيضا 14 مكتب مرور، كما يضم السوق أيضا مكاتب للنيابة العامة ويشمل أيضا على 9 مكاتب شهر عقاري، ويوجد أيضا في هذا المنطقة وهذا السوق 7 بنوك لسهولة التعامل والإيداعات المالية وسحب الأموال، وأيضا هنا 8 فرش لصيانة السيارات ومسجد يتسع لحوالي 250 مصلى. وأيضا محمد السوق فيه مظلات سيارات بالإضافة إلى كاميرات
وجميع الخدمات الأمنية ونقطة الشرطة والمطار والإسعاف، ويوجد أيضا بالسوق نظام إذاعة صوتية وشبكة إنذار حريق وشبكة مكافحة الحريق، كما أن السوق بجميع الاتجاهات مربوط بشبكة الطرق العملاقة التي توجد في جميع محافظات الجمهورية لسهولة تنقل المواطنين من وإلى السوق، بالإضافة إلى أن محافظة القاهرة وفرت العديد من الأتوبيسات لانتقال المواطنين من وإلى السوق بسهولة ويسر، وأيضا هذا السوق يمتلك كل هذه الإمكانيات الوضع القانوني القائم للسيارات. من خلال هذا الوضع القانوني يستطيع المواطن الاطمئنان على الإجراءات من خلال الشهر العقاري أو البنوك أو غيرها من الإجراءات القانونية الموجودة. هذا السوق الحضاري محمد يجعلنا في مدينة عملاقة وجديدة هنا في مدينة العين السخنة أو طريق العين السخنة بعد طريق العين السخنة، يوضح للتنمية المستدامة التي أشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المدن لتسهيل السيولة واليسر على المواطن في كافة المحافظات، وأيضا يبيع ويشتري في كافة الطرق المتاحة. محمد بيت. أشكرك الزميل سيد زيد موفد أخبار مصر، كنت معنا مباشرة من مقر سوق السيارات. نظمت وزارة الصحة والسكان قافلة طبية في تخصص الأسنان بحي الأسمارات في محافظة القاهرة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتورة سهى الجندي وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن مشاركة الخبير الأمريكي في القافلة تأتي ضمن مبادرة مشاركة الأطباء المصريين بالخارج لدعم تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث وقع الخبير الأمريكي الكشف على أهالي وسكان حي الأسمارات من كبار السن والشباب والأطفال، مؤكدا أهمية ذلك التعاون في تبادل الخبرات العلمية والطبية بين الأطباء المصريين بالخارج. من جانبها أكدت وزيرة الهجرة سعادتها بوجودها بالقافلة، مؤكدة اعتزازها بالتعاون والتنسيق المستمر مع قطاع الخدمات الطبية الذي يمثل ركنا رئيسيا في منظومة بناء الإنسان المصري وفق ما تتطلع إليه القيادة السياسية. في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري. بالإمكان متابعة البث الحي لنشرتنا وبرامجنا المزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو.إيجي. شكرا لحضراتكم. يا لقاء.